الخير. بسم الآب والابن وروح القدس الإله الواحد، آمين. سيادة المطران كير جوزيف جبارة جزيل الاحترام، الآباء الكهنة الأجلاء، الأخوات الراهبات الأحباء، دكتورة باسمة سمعان مديرة نورسات الأردن، إخوتي الحضور الكرام، أهلا وسهلا بكم. عدنا والعودة فرح، عودة حب وسرور، عودة شوق، عودة أمل وانتظار لطفل المغارة، عودة مبهجة كنجمة قادتنا مع المجوس، ممتلئين بلهفة اللقاء بطفل المذود المتواضع، عودة البشرى السارة، عودة اللحن البيزنطي الشرقي الدافئ الأصيل، عودة أصوات ترنم من القلب لتسمعها أذن القلب لديكم. كم نحتاج في هذا الزمن الميلادي السعيد إلى كلمات وألحان وصور لنعبر عما يختلج في نفوسنا من مشاعر توبة وفرح وشكر، لنقدمها بخوراً ومراً ولباناً لطفل المغارة. فإذا كانت الكلمات يا قلب الصلاة، تكون الموسيقى نبض هذا القلب. هو ذا فرح عظيم غامر سيعم البيوت، إنه ميلاد المخلص، والذي لا تسعه السموات قد وسعه الحشا البتولي. هو ذا كلمة الله الأزلية قد أخذ هيئتنا البشرية وحل بيننا، لنرحب جميعا بجوقة الأردن البيزنطية. فخر العذارى والأمة، لأن كل فم فصيح و بحسن
سبيل واجب وكل عقل يا ذاهب من فهم حالي لذاك
أهتف إليك السلام عليك يا ممتلئ نعما سلام من أرض بمجيئه حل عليها السلام، سلام من قلوب على دربه تخطو للسلام. قد حل المسيح أهلا في قلوبنا ووطئ سهلا في أرضنا لينتشلها من الحروب والكوارث والمجاعات والأوبئة، فتهللت به الملائكة وابتهجت به العذراء واستقبله المجوس بأيد تحمل الهدايا وقلب ممزوج بالحب. هو ذا الرب آدم
مساء الخير لكم جميعا، كل عام وانتم بألف خير. ترتيلة باللغة اليونانية يا كلمة الله. دوكسا باتريكيون كي ايجي اقنيفماتي Ninke ainke istu se annos tonne annon nami Omon angenisios ke logos tu theiu Athanatos υπάρχον Ke kata dexamenas deatin imeteran sotirian Σαρκωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου και Αη Παρθενού Μαρίας ατρέτος εν ανθρωπίσας. Σταυρώθηστε Χριστέ ο Θεούς θάνατον πατήσας. Ίσον της Αγίας Τριάδος συνδοξαζόμενος του Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Σώσο ημάς. مع ولادتك يا يسوع نريد سلاما يفوح بعبق المحبة وفرحاً
برائحة البخور وصوت جرس يعلو على صوت الحروب. نريد شفاءً تاماً لشرقنا وللعالم أجمع من الأوبئة وخصوصاً وباء الكورونا الذي هاجم كل البيوت في كل بقاع الأرض دون استثناء وسرق من بعض البيوت أحبائها. بمجيئك يا يسوع تتحول آلامنا إلى آمال وهمنا إلى فرح. Thank you.
بيلمع لونه بيلمع مثل الالماس مليان ثلج ومليان ملبس ابيض بكياس يا اجراس وعد ناس اللي انتس يا اجراس يا اجراس الليل يعيد وعد ناس كان عليه اقسام زرقاء وشمعة صغيرة ولمعة عمرة صفرة طويلة معنا
وبيننا. جئنا إليك كي نسمع صوتك فينا، وكي تدوي كلمتك في قلوبنا الفقيرة إليك. بارك هذا الوقت الذي نمضيه معك، اجعله يثمر توبة وعودة إلى حضنك الدافئ. اقرع بقوة على باب قلوبنا كي تتغلب على قساوتها. أنت يا صاحب العيد الذي تكبر محبته في قلوبنا ويزداد شوقنا له كل يوم مع أضواء العيد وشجر الميلاد وأغاني الأطفال والهدايا، ساعدنا أن نرسم بسمة على وجه كل طفل فقير، ونحتضن كل محتاج، وننتشل كل ضعيف، ونعطي قيمة لكل مهمش. هكذا علمتنا، وهذا هو الميلاد.
مسيكم بالخير جميعا، وكل عام وانتم بألف ألف ألف خير يا رب. Thank you.
تل ليلة عيد كلنا بنعرفها، خلينا نتشارك سوا وكل عام وانتم بألف ألف خير. نتضرع إلى الطفل الإلهي رافعين أيادينا
وحانين ركبة قلبنا أمام جلاله لكي يعيد علينا هذه المناسبة المباركة على الجميع بأتم الصحة والعافية، وأن يمد يده الحنونة ليلمس البشرية جمعاء ويحقق لنا الشفاء من الكورونا أشد وباء، وأن يمن على الجميع بالبركة والنعم الوافرة ويملأ بيوتكم من كل الخيرات، وأن تحل عليكم نعمته السامية، خاتمين بالتسبيح الملائكي: المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. شكراً لجوقة الأردن البيزنطية. شكراً سيدنا جوزيف على دعمك المتواصل. شكراً لصديق الجوقة والنائب الأسقفي الأرشمندريت بسام شحتيت. شكراً لمكتب نورسات الأردن دكتورة باسمة السمعان. شكراً لكاريتاس الأردن ممثلة بالسيد وائل سليمان. شكراً راديو مريم. شكراً لموقع أبونا والمركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام ممثلاً بالأب رفعت بدر. شكراً للسيد سمير الأشرم. شكراً للسيد رعد صوالحة. شكراً للفنان أسامة جبور. شكراً لشبيبة القديس جورجيوس، كشافة المطرانية والأخوية والمسرح وجميع الفعاليات الرعوية التي تشجع وتنظم وتدعم الجوقة دائماً. شكراً للحضور الكريم. ولد المسيح. هللويا. وراديو مريم. هل حكيت راديو مريم. سيدنا تعطينا البركة، بتحب تحكي شيء؟ سعيد للجميع. أول شيء لابد من كلمة شكر للجوقة وحسام حداد والياس جارسات وكل أعضاء الجوقة الصبايا والشباب على هذه الأمسية الممتعة اللي عايشونا إياها. الشيء الأساسي اللي لافت نظري هو عنوان الأمسية. شو كانت؟ ولد ولدت فوردنا معه. ولدنا معه. ولدنا معه شيء ظريف جدا جدا هذا العنوان، لأنه بيلخص مسيرة الميلاد كلها سوا. ولد وولدنا معه لأنه بتعني لنا كثير أنه نحن أيضا نولد للحياة في المسيح. كل الترانيم جميلة، كل الزينة جميلة، ولكن تبقى ناقصة إذا كل واحد منا ما قدر يولد لهذه الحياة الجديدة، الحياة الجديدة مع السيد المسيح. بحب ألفت نظركم لشغلة ترتلت بأول هذه الأمسية اللي بتقول: اليوم البتول تأتي للمغارة لتلد الكلمة الذي قبل الدهور ولادة لا تفسر. اللي نظم هذا الشعر الجميل منضلنا نرتله خلال المرحلة السابقة للميلاد وحتى يوم العيد هو شاعر من مدينة حمص من سوريا. هالشاعر اسمه رومانوس الحمصي، كان عايش في القرن السادس للميلاد ونزح من مدينة حمص وجاء إلى مدينة بيروت. وفي مدينة بيروت كان في كنيسة على اسم القيامة، عين شماس بهذه الكنيسة إلى أن هبطت هذه الكنيسة من جراء زلزال في القرن السادس، واضطر القديس رومانوس يبحر إلى مدينة القسطنطينية. وهناك صفى كاهن وتسلم إحدى الرعايا لوالدة الإله، ولكن كان هذا القديس يحب كثير والدة الإله وتعني له أنه يترنم بأناشيدة، ولكن كانت تنقصه أولاً الموهبة حتى ينظم
شعر وكان ينقص الصوت الحلو، ما كان عنده صوت حلو. وهونيك ليلة، ليلة 24 كانون الأول، بتقول القصة أنه كان نايم القديس رومانوس بالليل، وبتظهر له الكلية القداسي والدة الإله، وبتقول له بدي سلمك هالكتاب، وتأخذ هالكتاب وتبلعه تاكله. وبتعرف قصة أكل الكتاب بتعني كتير، لأنه هيدي وردة في الكتاب المقدس إن كان في العهد القديم أو في العهد الجديد. بدو يأكل الكلب الواحد، بدو يأكل اللحن، بدو يأكل الترنيمة، بدو يأكل كلمة الله حتى يتغذى. بتقول القصة إنه رومانوس اتناول هذا الكتاب من إيد الكلية القداسي وأكل هذا الكتاب في حلمه. وبيقوم تاني يوم، يوم 25، بيطلع إلى المنبر في كنيسة القسطنطينية، بيرنم هذا النشيد الخالد: اليوم العذراء تأتي إلى المغارة لتلد الكلمة الذي قبل الدهور ولادة لا تفسر. فاطربي أيتها المسكونة إذا سمعت، ومجدي مع الملائكة والرعاة من شاء أن يظهر طفلا جديدا وهو الإله الذي قبل الدهور. وبقي هذا النشيد إلى الآن، لنزلنا نرتله. ولكن بحب زيد على القصة شغل صغيرة لازم تعرفوها، أنه هذا النشيد بقي يرتل حتى القرن الثاني عشر في مدينة القسطنطينية. كان يعمل الإمبراطور يوم 25 كانون الأول وليمي، ويجوا كل المطارني، ويجوا بطرك القسطنطينية، ويفوتوا إلى القصر كلهم سوا. وكانوا يجي خوروس اثنين ويرتلوا هذا النشيد، وما زلنا إلى الآن منرتل هذا النشيد أيضاً بواسطة اثنين خوروس. دائماً القنداق، منسميه القنداق، ينبغي أن يرتل بهذا الشكل. اثنين خوروس بيرتلوا هذا النشيد، الأول والثاني بين بعضهم بيتناوبوا. حبيت أنه خبركم قصة القديس رومانوس، لأنه منرتل كثير أناشيده، ولكن نادراً ما منعرف إنه هذه الأناشيد وراها ناس كانت تصلي، مثل ما نحن اليوم عم نستمتع ونحن عم نحاول نولد مع السيد المسيح. كمان قديماً كان في أشخاص عندهم هذه الرغبة، عندهم هذا التوق إنه يولدوا للحياة الجديدة. بتمنى للجميع ميلاد مجيد وعام سعيد، وكل عام وانتو بألف خير، ينعاد عليكم بالصحة والعافية. شكرا. سيدنا ورئيسا كهنتنا احفظه يا رب لسنين كثيرة، يا سيد لسنين كثيرة، يا سيد لسنين كثيرة.